العمل الجمعوي أهم محرك للمجتمع المدني، يستطيع أن يخدم مختلف قضاياه الثقافية الاجتماعية السياسية والاقتصادية. وإيمانا منها بما يمكن للمرأة تحقيقه، نظمت جمعية الساقية الحمراء للنهضة النسوية بالعيون الملتقى المغاربي الثالث للمنتخبات والفعاليات النسائية المغاربية تحت شعار القواسم المشتركة الثقافية الروحية، أرضية لترسيخ التسامح وتحقيق التنمية وبناء الوحدة المغاربية عبر تثمين الثقافة الحسانية والنهوض بكل مكوناتها وصيانتها وتطويرها بشكل يراعي التحولات الكبرى التي يشهدها المجتمع والتغيرات التي تعرفها البنيات الفكرية دون التنكر لمقومات الهوية الوطنية. كجمعية من جمعيات المجتمع المدني، كانت أول الخطوات ديالنا ديال العمل هو العمل الميداني، ولا يزال طبعا. وأول حاجة درناها كأهداف هي الأهداف الاجتماعية، وعلى رأسها محاربة الأمية. وطبعا محاربة الأمية يعني الهدف مواكبة هذه النساء المتحررات محاربة الأمية لتكوين تعاونية وتكوين جمعيات والتجميع ديالهم، هذا الأول. كان الهدف الثاني، وطبعا في هذا المجال الاجتماعي يعني نبدو يعني وحتى في القانون ديالنا الأساسي نشير إلى اهتمام ديالنا بالأطفال والأشخاص المسنين، لأننا كنعرفوا في الثقافة الحسانية يعني أهمية والأهمية القصوى التي تعطى للأشخاص المسنين. والحمد لله ما كانش اللي كيتخلى عن حد له، ولكن احنا غير يعني لا كان شي دعم للأسر اللي عندهم ناس مسنين ولا غير ذلك. إذن هذا الأول. الثاني هو الاهتمام بالموروث الثقافي الحساني كمكون مكون الثقافة الحسانية الهوية المغربية الأصيلة، وكذلك لأن نخافوا هذا الموروث الحساني بحكم يعني الحمد لله التمازج والتلاقح بين الناس ديال الشمال وديال الجنوب، كنخافوا باش نحافظوا عليه كما كنحافظوا على جميع مكونات الثقافه الحسانيه وكذلك اللهجه الحسانيه. اذا اهتمينا بهذا وقلنا على ان نظرا للمؤهلات اللي عندنا في هذا المجال الثقافي والمجال البيئي والمجال يعني الصحراء، يعني كيف يمكن ان نستثمره وان يكون متحركا ومورد للثروه. لا، هناك حضور تاريخي بالنسبه للمراه في هذه الاقاليم، الحمد لله. هناك واحد النوع من القيادة كتتسم بها المرأة الجنوبية والمرأة في الأقاليم الجنوبية، وحنا كنجيو ليس غير بحال داعمين لهاد القيادة، كنساعدوهم ونواكبوهم، ولكن ديما المبادرة ولا الأنشطة كيجيو من هاد النساء اللي ما شاء الله كيتسموا بواحد العزيمة وبواحد ثقافة وواحد الموروث ثقافي جد مهم. فالمسؤولية ديالنا هي نشجعوا بحال هاد المبادرات اللي كتستهدف جوج ديال المسائل جد مهمة، أولا التنمية البشرية وثانيا التنمية المستدامة. في الحقيقة المجلس البلدي قبل 2003 كان حكر على الرجال، ولكن لا أنسى على أنه تشجيعا من رجال المنطقة كان دخولي انا والاخت جيده الى 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 المجلس، لان لولا هذا التشجيع لولا هذا الحماس، لان انا كنت متخوف من السياسه، ولكن باسم المراه هي العازفه، لان احنا داخل المنطقه نعرف ان المراه مكرمه، مراه معززه، كل شيء بعيد عن الحرام هو مقبول بالنسبه للمراه داخل المنطقه، يعني ولكن لن انسى ولن انسى الفضل الكبير يعود على رجال المنطقه، هم من شجعونا، هم من حمسونا الى خوض هذه التجربه، والحمد لله هم لا زلنا نتعاون يد بيد من اجل النهوض بالمراه بالأسرة وبالمنطقة. تضافر الجهود والتخطيط المحكم والعمل لتحقيق المصلحة المشتركة في حياة حرة كريمة بأمن وسلام، بعيدا عن الغلو والعنف والاستبداد ورفض الآخر، من بين السمات التي ساهمت في تنظيم هذا الملتقى المغاربي بمدينة العيون. طبعا هذا الملتقى بحال الملتقى الثاني، يعني حصل الحمد لله يعني سهل علينا مولانا وحصلنا له على الرعايه الملكيه الساميه اللي كنعتبروها مباركه وميمونه واللي هي كتيسر هذه الامور كاملين. وطبعا حصلنا عليها في الملتقى الاول وحصلنا عليها في الملتقى الثاني، وهذا الملتقى الثالث لثالث مره كنحصلوا عليها. وهون ايضا يجب ان لا ننسى على ان اهم الداعمين هي المديريه العامه للجامعات المحليه، مديريه هي الاطر الاداريه والتقنيه، وطبعا ولايه العيون بزور الساقيه الحمراء، وما ننساش الوزاره المكلفه بالجاليه لان هي اللي جابت لنا الجاليه وتحملت المصاريف ديال النقل ديالهم، وما ننسى المندوبيه الوزاريه المكلفه بحقوق الانسان لانها دعمتنا
لكي يعني ننظم ورشات في اطار اليات الحفاظ على حقوق الانسان، واليات ايضا وكذلك ما حققه المغرب في مجال حقوق المراه، الحقوق بصفه عامه ومجالات حقوق المراه. لقد دأبت وزاره الداخليه من خلال المديريه العامه للجماعات المحليه ومديريه تاهيل الاطر الاداريه والتقنيه على مواكبه تنظيم الملتقى المغاربي اللي كتشرف عليه واللي كياتي من مبادره من الجمعيه ديال الساقيه الحمراء للنهوض بالوضعيه النسائيه في اطار طبيعه الحال دعم النساء في العالم العربي، وكذلك في ايماننا بان المساهمه ديال النساء في بناء وتوطيد جسور الاخوه والتضامن بين بلدان المغرب العربي عندها واحد الاهميه جد بالغه. المساله الثانيه ان هذه السنه اختارت الجمعيه موضوع له اهميه بمكان وهو الموروث الثقافي، هذا كذلك يدخل في اطار الانشغالات ديال الجماعات المحليه فيما يخص دعم التراث ودعم الثقافه في اطار التنميه البشريه والتنميه المستدامه. هاد التجمع هذا وهاد اللي سميتو عليه بعداك، اولا كنحيي الجمعيه تنهض الساقيه الحمراء على هذا اللقاء، لان كانت فرصه اللي تقربنا منه من الثقافه الحسانيه، وصراحه التدخلات والمحاضرات ديال كل المتدخلين اعطتني واحد الرغبه كبيره، انا اللي اصلا من مدينه القنيطره باش نتعلم اللغه الحسانيه ونستافد من التراث ديالها والمحاكم اللي فيها، وبين بلما هذا التراث كيجمع ماشي غير تراث المغاربه بل المغاربه يعني المغرب العربي كامل. إزالة كافة العراقيل التي تعطل السلم الاجتماعي والتشارك الإيجابي والتبادل بين الثقافات بإقامة جسور الحوار في إطار المشترك الثقافي المغاربي والقيم المثلى والمبادئ التي تشكل الأساس للشخصية الفردية والمجتمع وفق منظور جديد للسلطة. إذن الوحدة الوطنية متعلقة بوحدة المغرب العربي، ووحدة المغرب العربي متعلقة بالوحدة الوطنية ومتعلقة بالاستقرار. إذا لذلك مشينا يعني تلقائيا لقينا نفسنا كنتكلموا على المغرب العربي، لماذا؟ لأن لدينا معه يعني قواسم مشتركة كثيرة تاريخية وبشرية اجتماعية ثقافية روحية، وحنا بغينا نركز بزاف على المجال الروحي، لأننا قد يعني عندما نتوحد في الجانب الروحي هو أسمى شيء يمكن أن يوحدنا كمغاربة وكمغاربيين وكعرب وكمسلمين. وطبعا مبادئ الاسلام كتجعل الدين يعني يهتم بالمبادئ اللي الله كتبها الامم المتحده في ميثاقها وحقوق الانسان وكل ذلك، كل هذا عندنا مرجعيه في الاسلام. المهم هو الايمان بالهدف، وهو ما نحن مؤمنين به هو الهدف في خلق وحده مغاربيه، وفي إلا المغرب الكبير هو حلم كل امراه داخل المغرب كما رايتم اخوات من تونس من 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 موريتانيا الشقيقة ومن ليبيا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإيمان الكبير للمرأة في خلق هذا الحلم الكبير، وهو حلم جميع ساكنة المغرب العربي الكبير لما سيخلقه من نمو اقتصادي واجتماعي وسياسي وردع لجميع الحركات الإرهابية التي تهدد المنطقة، منطقة الصحراء والساحل. نحن كنساء يعني بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية وبغض النظر عن انتماءاتنا الجهوية وبغض النظر عن انتماءاتنا الدوليه في المغرب العربي، بغينا نوحدوا الجهود وما تصورش الفرحه الكبيره اللي كتغمرنا وحنا كنتلاقاو في هذا المجال هذا. هناك مرجعيه جد اساسيه بالنسبه لنا وهي المفهوم الجديد للسلطه. كيف كتعرفوا المفهوم الجديد اللي دعا ليه صاحب الجلاله الله ينصره سنه 1999 هو انفتاح الاداره على محيطها. والمحيط ديال الإدارة ديالنا بطبيعة الحال فيه عدة مكونات، فيه المجتمع المدني، فيه الجماعات المحلية، القطاع الخاص، الجامعات إلى غير ذلك. فالمخطط الاستراتيجي ديالنا كياخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، عندنا عدة شراكات بما فيها المجتمع المدني ودعم الملتقى المغاربي ينبوع من ثلاث مسائل لها أهمية بمكان. الأهمية الأولى هي بطبيعة الحال دعم المسألة النسائية
ليس فقط في العالم العربي وفي الجهة ديال العيون بوجدول الساقية الحمراء، ولكن كذلك الانفتاح على العالم المغاربي بجل مكوناته. الرافد الثاني هو المسألة ديال الموروث الثقافي، هذا داخل في إطار الاختصاصات ديال الجماعات المحلية اللي عاطيها لها المشرع. والمسألة الثالثة أننا في واحد الظرفية جد خاصة في العالم العربي بالنسبة للقضية ديال النساء، فلا بد ما نحافظوا على المكتسبات ونزيدوا في هذه المكتسبات تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله. الملتقى المغاربي الثالث للمنتخبات والفعاليات النسائية المغاربية، تجربة استطاعت من خلالها جمعية الساقية الحمراء للنهضة النسوية بالعيون إحياء صلة الرحم بين المشاركات من منتخبات وفعاليات نسائية من مختلف جهات المملكة وأخواتهن المقيمات بدول المهجر والمغاربيات من دول المغرب العربي، وذلك من أجل التنسيق والتخطيط وتكثيف الجهود للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. الباجة ديال الأسطور ديال الدستور ديالنا أول شيء يبدأ به هو على أن المغرب دولة ديمقراطية، على أنها أيضا تؤمن بالسلام والتسامح، وعلى أنه شعب منفتح على الشعوب الأخرى وعلى الحضارات الأخرى وعلى الثقافات الأخرى وعلى الديانات الأخرى، وعلى أنه يختار المغرب العربي كخيار استراتيجي. إذا يعني إحنا كنعتمد، وطبعا هذا لا ننسى طبعا على أنه يعني متوج بالتعليمات الملكية السامية، لأن لولاها لما وصلت المرأة ما وصلت إليه لا في المجالس المنتخبة ولا في البرلمان ولا في المناصب ديال تحمل المسؤوليه، وطبعا وبالفضل طبعا للنضالات ديال الحركات النسائيه والمناضلات النسائيه المؤمنه بحقوق المراه. هذا الملتقى في كثير من الاثرى للمراه في المغرب العربي الكبير، ووجود كفاءات عليا في المغرب الشقيق شيء اعجبني كثيرا وانا فخوره به. و بالالتقاء هذا الالتقاء سوف نفكر في تأسيس الاتحاد المغربي الكبير، لأن المغرب العربي الكبير في حاجة لوحدة لتحقيق الطموحات المرجوة منذ زمن طويل، وأتمنى من كل قلبي أن ننطلق في تأسيس هذا المغرب العربي الكبير في هذا الوقت الحرج من التاريخ العربي، وفي حدوث هذه الثورات العربية خاصة، ونتمنى أن تتضافر الجهود لتحقيق هذه الأهداف. منظمين هذا الملتقى وشاكرتهم وشاكرتكم على حاوة الاستقبال، وأنا جاي من موريتانيا مثل المرأة الموريتانية العمل الشمعوي، وزين عندي هاي الندوة وزين عندي هذا اللي قال عدنا على المستوى كامل. المرأة الموريتانية كانت لا مكرم كرمها قاعد الإسلام سابق الدولة وسابق كل شيء، ومنين هم اللي جاوا القنواني تمت لا مكرم. قال المرأة الصحراوية الشيء اللي عجبني وأتلج صدري أن المرأة متحررة، مرأة صحراوية مثقفة، يعني لها بعد كثير من التواصلات مع الدول المغاربية ومع الدول الأوروبية، تحت لنا فرص. أننا الجمعية، كنشكر على ذكر هذه الجمعية اللي قامت بهذا المنتدى، اللي تحت لنا فرص أننا نديروا بعض الشراكات وبعض اللقاءات بين دول المغرب العربي والدول الأوروبية، لأن تخدموا فيها بزاف الأشغال المرأة سورتو الجمعيات والتعاونيات، وتعطوا نتائج كثيرة اللي شنا مع الأبحاث ومع الإنتاجات اللي تعطوا لنا، شنا بأنها عاطية نتائج. علاش اللي ما نزيدوش؟ واليوم حنا هنايا لأن تنوجدوا واحد المنتدى جديد اللي غادي يكون عالمي واللي غادي يكون للقيادة النسائية في السلام، من أجل السلام ومن أجل الثقافة والتنمية المستمرة. في الحقيقة هذا الملتقى كما يقال هو ملتقى جنوب جنوب، يعني المغرب العربي الكبير وإفريقيا، واللي كيبرز فيه وتبرز فيه القواسم المشتركة الروحية الثقافية العرقية الجنسية بين الدول الإفريقية وبين ساكنة الدول الإفريقية، والمرأة دائما هي صلة الربط
كما يقولوا في الصحراء. أنا المرأة زرعت التراب، المرأة هي سيلة الربط بين البلدان، بين ديال عندها واحد كما نقول عندها واحد النوع من توصيل الرسالة اللي تعز عنها السياسة وتعز عنها الحياة الاجتماعية وتعز عنها الحياة الثقافية وتعز عنها كاع المنظمات الدولية. يعني المرأة بعاطفتها وبحقيقة مشاعرها الصادقة توصل رسالة اللي تعجز عنها الجميع أن يوصلها. تروف كو لو ماروك في بوكو، وأن المغرب قام بشيء الكثير، كما وجدت كذلك المرأة في الصحراء أخذت مكانتها بتميز. وتفاجأت حيث دخلت القاعة بتنظيم محكم وأقدر المرأة جيدة، وسأحمل رسالة بأن المرأة المغربية منخرطة من أجل التنمية المستدامة بالعالم. الملتقى شاركنا فيه يعني من جهة أننا نحن مسؤولين من وزارة الجالية، فعلا هو كان لقاء جد غني بالنسبة للمرأة المغربية، المرأة القيادية، المرأة النسوية. حاليا احنا كنصبحوا اصبحنا كنعيشوا في واحد العالم منفتح، يعني مجموعة ديال المعارف، القيم، الأخلاق ولات متطلبة، رغم أن كانت هي التاريخ، هي الحضارة، هي المستقبل. مشاركتنا في هذا المنتدى كانت مشاركة فعالة، لا من ناحية ديال التأطير، لا من ناحية تصريف المعرفة، لا من ناحية الاستثمار في الرأس البشري النسوي. يعني هي معرفة منفتحة، نتمنى أن تعاد هذه التجربة السنة المقبلة، ونتمنى أن تكون مشاركة النساء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بكثرة، أن تكون هناك الكفاءات كذلك المغربية المهاجرة بالخارج حاضرة من جميع الدول. عرف الملتقى تنظيم لقاءات، ندوات وورشات شارك فيها باحثون ومختصون وأكاديميون تدارسوا قضايا لها ارتباطات بالتراث الحساني وامتداداته على المستوى المغاربي، وكذا مجالات البرمجة اللغوية العصبية وبناء الذات. آخر اهتمامات ديالنا هي الاهتمام بالتكوينات في مجال البرمجة اللغة والعصبية، وكذلك تكوينات أو التدريبات في مجال الطاقة الحيوية. يعني هذه أشياء أصبحت لغة العصر الحديث، وهي من أهم الأشياء اللي يمكن نراهن عليها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والسلام وغير ذلك. الورشة دامت تقريبا حوالي ساعة ونصف، كانت حول موضوع البرمجة اللغوية العصبية وتطوير الذات. كانت فرصة من أجل التفاعل مع مجموعة من الشباب، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وكذلك مجموعة من الفعاليات النسائية التي حاولنا من خلال هذه الورشة أننا نرفع لهم من المعنويات ديالهم، نحفزهم، نزيد لهم الثقة ديال النفس ديالهم، وكذلك أننا نعطيهم مجموعة استراتيجية ديال تحقيق النجاح من خلال العرض ديال مجموعة ديال الناس اللي هما نجحوا في حياتهم. ثم أننا حاولنا أننا نربطوا النجاح ديال هاد الناس هادو بالبرمجة اللغوية العصبية بطبيعة الحال، واللي خلت الناس أنهم يخرجوا مرتاحين بطبيعة الحال من هاد الورشات. بالنسبة للتواصل مع الآخر، الآن أصبحت فيه مجموعة من الدراسات، والدراسات الآن تثبت على أن المحاضرة أو الورشة التفاعلية هي التي تعطي نتائج إيجابية ونتائج جيدة. وهذا ما كان عندنا احنا في الورشة ديالنا، أن كانت ورشة تفاعلية، كنا كنتنقلوا وسط القاعة بشكل كبير، كنا كنعطيو الفرصة للمتلقي أنه يتدخل، أنه يعطي وجهة نظر دياله، وبالتالي كيحس براسه أنه وسط الورشة، وسط العمل، مما خلاه أنه يتفاعل بشكل كبير، وهذا داخل في إطار البيداغوجيات الجديدة المرتبطة بالتواصل الفعال. حقيقة كانت نشاط ترفيهي تثقيفي تمحور تطرق إلى مواضيع عدة، من بينها كيفية بناء الذات وكيف بناء تكوين شخصية مثقفة. حقيقة استفدنا واستفاد الكل من هذا الموضوع التثقيفي. نعم، هذه الورشة فادتنا بزاف، ويعني استفدنا منها بزاف، وعيطوا علينا احنا وتلامذ اخرين، ويعني طرحوا علينا اسئله حاولنا نجاوبهم. هاد الورشه اللي شاركنا فيها جد جميله، واستفدنا منها كثير، تعرفنا بالطاقات الواعده تاع الشباب ديالنا في مدينه العيون، وتعلمنا الكثير من الاشياء اللي تفيدنا في المسيره ديال الحياه ديالنا وفي المسيره الدراسيه كذلك. وكنتمنى ان هاد الورشات يكونوا دائمه على طوال العام ان شاء الله، باش يفيدوا جميع الشباب ديال المملكه المغربيه ككل.
لتحديث برامج تؤهل وتطور قدرات إنعاش القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية، نظمت مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بالمديرية العامة للجماعات المحلية دورة تكوينية لتقوية معارف وكفاءات المشاركات ضمن فعاليات الملتقى لضمان استفادة أكبر عدد من النساء المشاركات. وطبعا معنا هنا السيدة الدكتورة مديرة تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، وطبعا هي المتخصصة على الصعيد الوطني في توجيهي وفي تتبعي وفي يعني هذه الحركات النسائية، وخاصة فيما يتعلق بالقيادات النسائية. إذا طبعا هذه الورشات وهذه اللقاءات وهذه يعني المناقشات وهذه الندوات المهمة اللي أطروها أساتذة متخصصين وأستاذات متخصصات في المجال، كل هذا يعني رهان. احنا كنا نوعا ما استباقيين في هذا الميدان، اننا خدينا بعين الاعتبار جميع الاصلاحات والمكتسبات والتراكمات اللي عرفتها القضيه ديال تمثيليه النساء داخل المجالس المنتخبه. فكان هناك بطبيعه الحال خطاب صاحب الجلاله اللي نادى وعطى الامر باش تكون واحد تمثيليه جد مهمه للنساء داخل المجالس المنتخبه، كيف عملناها كذلك داخل البرلمان. في هذه السنه بحول الله عندنا سلك ديال الندوات جهويه كتستهدف هاد الفئه من المنتخبات والموظفات الاطر العليا بالجماعات الترابيه. واليوم بحمد الله في هاد المقر الميمون بالقاعه ديال الجلسات ديال بلديه العيون كنتشرفوا كمديريه الجماعات العامه للجماعات المحليه ومديريه تاهيل الاطر الاداريه والتقنيه بتنظيم ثالث ندوه جهويه بمدينه العيون، علما اننا نظمنا الاولى بجهه قلميم السماره، نظمنا الثانيه بجهه مراكش تنسيفه الحوز. هذه هي المحطه الثالثه اللي كتشارك فيها جميع المنتخبات اللي متواجدين بجهه العيون بوجدور من الساقيه الحمراء، وكذلك الموظفات الاطر العليا والكاتبات العامات، الى جانب الفعاليات اللي شاركوا في الملتقى المغاربي خلال اليومين الفارطين. اللي كيميز كذلك هذا السلك ديال الندوات كيف شفتوا معنا في الصباح، ان التنشيط ديالو في كل المحاور ديالو من طرف فعاليات ونساء رائدات من المملكة المغربية. دورة تكوينية كان لها وقع خاص في نفوس المشاركات. تفضل هاد التكوينات اللي كتكون كدير المديريه ديال تكوين الاطر بالداخليه، هي كتساعد المراه على انها تبرز الذات ديالها وانها تبرز الوجود، وكتساعدها انها تدخل الميدان السياسي بكل قوه وشجاعه. هاد الاوراش اليوم الحاجه اليها كبرى، اولا للتنزيل السليم لمقتضيات الدستور والتنزيل السليم لمقتضيات نصوص القوانين التنظيميه المكمله للدستور، لان كلها رفعت سقف مشاركه المراه في الحياه السياسيه، ورفع هذا السقف يحتاج الى اليات لما يمكن ان نسميه بالمصاحبه والدعم. لابد من اليات داعمه لهذه الاختيارات، واعتقد ان اوراش التكوين والتاهيل المستمر هي اليه مهمه لدعم هذا الامر. بالنسبة لنا احنا كفاعلات جمعويات، هذه الندوة يعني اكتسبنا فيها خبرات جديدة وتعرفنا على أطر وقيادات جديدة نسوية عالمية ودولية ووطنية وجهوية، وتواصلنا معاهم وتعرفنا عليهم، وإن شاء الله غانا نشتغل معا من أجل تحقيق السلام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ووصول المرأة إلى مناصب القرار واتحاد المغاربي العربي. وراونا شي حوايج حنا ما كناش عارفينها، وانا اول مره كنحضر لشي ملتقى، وكنفتخر بانني تواجدت فيه لانني تعلمت من هاد النساء بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المسائل حنا كانت غايبه علينا، من تكويناتهم، من قرايتهم، من كفاحهم في الحياه، من الطريقه كيفاش وصلوا روسهم، كيفاش مشاو مع التيار
حنا كنتمناو اننا نكونوا من هذوك الناس وحتى حنا نكونوا بحالهم ونخطو خطواهم. انا جيت فخوره وسعيده بهذا الملتقى النسائي اللي شاركت فيه وحضرت فيه. كنشكر الشكر الجزيل للسيده الجيده مديره الاكاديميه بالداخلة اللي استدعتني واستضفتني في هذا الملتقى هذا. القواسم المشتركة الثقافية الروحية أرضية لترسيخ التسامح وتحقيق التنمية وبناء الوحدة المغاربية، شعار كان دافعا حقيقيا في إنجاح فعاليات الملتقى الذي ترى المنظمات أنهن كن في مستوى الحدث. هذا الشعار هو كلمات كما ترى أنها نابعة من القلب، عندما نقول الروح نقول التسامح نقول الثقافة، هي مشاعر حقيقية نابعة من قلب المرأة، ما تريد المرأة أن تحقق وستحققه إن شاء الله يد في يد مع جميع الأخوات من جميع الأقطار المغرب العربي الكبير. النجاح الحمد لله وبمشيئة الله اللي عرفوا الافتتاح، والعدد الكم الهائل من النساء اللي وحلنا عندنا خفنا كاع يعني ما جبروش الاماكن ديالهم الحمد لله. لماذا؟ لان اولا هما عارفين التجربه ديالنا في الملتقى المغاربي، وهما عارفين الجمعيه، والجمعيه كتعمل باستمرار مع القواعد، اذا معناها ماشي غريبه عليهم. اي واحد قلنا له على ان جمعيه الساقيه الحمراء عندها هذا النشاط كيجونا، لا منخرطين ديالنا ولا جمعيات اخرى. وطبعا الرهان يعني اهم رهان هو التجمع ديال هاد النساء من مختلف بعد المغرب، يعني هنا عندنا برلمانيات من جميع الأحزاب. إيمانا منهن بعدالة القضية الوطنية رفعت المشاركات نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الإسراع بتطبيق حل سلمي لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية. نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع بفرض حل سلمي متفاوض عليه يرضي جميع الأطراف وقابل للتطبيق لوضع حد لمشكل الصحراء المغربية الذي يعتبر من أقدم الصراعات في العالم. وإننا كنساء إذ نستحضر ما تعرفه الظرفية الدولية من تحديات وما يمثل هذا الصراع من تهديد للاستقرار في المملكة المغربية والمغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء، نلح على ضرورة الإسراع بإحلال حل سلمي لهذا المشكل، وذلك تماشيا مع الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلام العالمي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل. وهذه الحقوق الداعية إلى إحلال السلم والتسامح والسلام واحترام حقوق الإنسان وحسن الجوار وحل المشاكل الدولية بالتفاوض وبطرق سلمية. وشكرا. برقية الولاء والإخلاص كانت مسك ختام الملتقى المغاربي الثالث للمنتخبات والفعاليات النسائية المغاربية المنظم بمدينة العيون. مولاي صاحب الجلالة، نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. بمناسبة اختتام أشغال الملتقى المغاربي الثالث للمنتخبات والفعاليات النسائية المغاربية والذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالتكم حول موضوع القواسم المشتركة الثقافية الروحية أرضية لترسيخ التسامح وتحقيق التنمية وبناء الوحدة المغاربية بقصر المؤتمرات بمدينة العيون من تاريخ 21 إلى 24 ماي 2023. يشرفنا أن نرفع إلى جنابكم الشريف أصدق عبارات الإخلاص والمحبة لشخصكم الكريم، مقرونة بأسمى آيات الشكر والامتنان. مولاي صاحب الجلال، لقد تميزت أشغال هذا الملتقى يا مولاي بمشاركة ما يزيد عن 800 مشارك ومشاركة يمثلون رؤساء الجماعات الترابية والمستشارات الجماعات بالجهة، وشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، وشبكة رئيسات الجماعات الترابية والنائبات الأولات،
والنساء الأطر العليا بالجماعات الترابية والمنتخبات المحليات المغاربيات وفعاليات من المجتمع المدني والمغاربي وممثلي وممثلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث عملوا على تدارس أهم القضايا التي تهم إنعاش القيادات النسائية ودعم تمثيلية المرأة في مواقع القرار، بالإضافة إلى التعريف بأهم خصوصيات الثقافة الحسانية كمكون من مكونات الثقافة المغاربية وكثقافة شفاهية واستثمار المشترك الثقافي الروحي المغاربي لتعميق الروابط وتكثيف التعاون بين دول المغرب العربي، والانفتاح على جمعيات الجالية المغربية والمغاربية في الخارج لتحقيق تنمية مغاربية متكاملة ومستدامة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المنجزات التي تحققت خاصة بمدينة العيون حاضرة الأقاليم المسترجعة. وفي هذا الصدد تمت بلورة العديد من التوصيات التي تعكس طموحات المنتخبات والمنتخبين بالجهة وانشغالاتهم، كما تم العمل على تأسيس منتدى الفعاليات النسائية المغاربية للسلام والثقافة والتنمية والمنتدى المغاربي الأوروبي للقيادات النسائية من أجل السلام الثقافة والتنمية. مولاي صاحب الجلالة، إننا لنغتنم هذه المناسبة لنعبر لكم يا مولاي عن امتناننا وعرفاننا للعناية الفائقة التي تولونها للقضايا التنموية لمملكتكم الشريفة عموماً وللأقاليم الجنوبية بشكل خاص. ومن هذا المنطلق واستشعار للمسؤولية الملقاة على عاتقنا، نؤكد لجلالتكم أننا عازمون على المشاركة الفعلية في نشر ثقافة السلم والسلام محلياً جهوياً ووطنياً، وعلى تسخير ما أوتينا من إمكانيات لإشراك وإفادة أكبر عدد من الفاعلين محلياً وجهوياً وإقليمياً، مساهمة منا في إنجاح البرامج التنموية التي تقودها جلالتكم، كما أننا نعتبر أنفسنا جنوداً مجندين وراء جلالتكم الشريفة للدفاع بالغالي والنفيس عن مقدساتنا الوطنية، مؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيراً على نهج آبائنا وأجدادنا. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم يا مولاي في مسيرتكم من أجل تقدم شعبكم المغربي ونمائه، وأن يحفظ ولي عهدكم صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملك الأمير الجليل الأم خديجة، ويشد أزركم بصاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، خديمة الأعتاب الشريفة الجيدة النبيق، رئيسة جمعية الساقية الحمراء للنهضة النسوية. السلام عليكم.